هو الجيمنج بدا امتى بالظبط؟ وهل في اجهزه جديده هتنزل قريب؟ لو انت من الناس اللي لسه بتحب تلعب جي تي اي اونلاين لحد النهارده، عندي ليك طريقه تخليك حريف في وقت قليل جدا. واسطوره النهارده بتقول ان البنات ملهاش في الفيديو جيم، دي للولاد بس. عايزين تعرفوا اكتر؟ اتفضلوا معانا. انا شريف جويفل وده برنامج اكس او. اول تجربه الفيديو جيم كان سنه 48 لما العلماء الامريكان عملوا محاكاه او سيميوليشن لسلوك الصواريخ الموجهه، وكان اسم المشروع كاثود راي اميوزمنت ديفايس. بعد كده وصلنا لسنه 67، عالم اسمه رالف بير بص كده لشاشه التلفزيون بتاعه وسال نفسه سؤال مهم: ازاي يستعمل التلفزيون بطرق تانية؟ واخترع حاجه اسمها البراون بوكس، اول بروتوتايب او نموذج اولي للكونسول في التاريخ. وظهر اول كونسول في السوق سنه 72 وكان اسمه اوديسي. وفي نفس السنه ظهرت لعبه بونج، والكمبيوتر المنزلي انتشر اكتر، وظهر الاتاري سنه 77. وبعد كده دخلنا في عصر 2D والسيجا والنينتندو، ثم عصر 3D بدايه من البلاي ستيشن 1 وتطور اجهزه الكمبيوتر لحد ما النهارده الالعاب كلها بقت في ايدك وعلى تليفونك. وفي المستقبل هيختفي كل الكلام ده وكل حاجه هتبقى في الكلاود، وهندخل في عصر جديد، واللي يعيش يا ما يشوف. لينوفو دخلت على خط اجهزه الهاند هيلد بجهاز كمبيوتر محمول جديد. جهاز ليجن جو هيجي ببروسيسور AMD فينيكس وشاشه 8 بوصه وبيشغل ويندوز 11 وحجمه اكبر ببوصه واحده من السويتش والستيم داك والار او جي الاي. هيجي باثنين جوي كونز ومسند من ظهر الجهاز علشان يديك تجربه سلسه كانه تابلت. يا ترى بقى اداء ليجن جو هيكون عامل ازاي وسعره كام؟ ده اللي هنعرفه الفتره اللي جايه. لو انت من الناس اللي بتحب تلعب جي تي اي اونلاين لحد النهارده، او لو انت لسه مبتدئ، عندي ليك شويه نصايح كده هيخلوك مليونير في وقت مش كبير. طبعا ده في عالم اللعبه مش في الحقيقه. طبعا وفر فلوس، ما تروحش تشتري اللي تقدر عليه وخلاص، اشتري اللي انت محتاجه وبس. سلاح يمشيك، عربيه تمام، بيت على القد، وكله بالصبر. اتقل، ولو معاك عربيه ملهاش لازمه باعها وخد فلوس. حاول انك تعمل اي بيزنس، ومعروف طبعا ايه هي انواع البيزنس في جي تي اي اونلاين، مش هعرف اقول لك هنا خالص. حاول وانت لعيب جديد انك تدخل بابليك سيشنز فاضيه ما فيهاش حد علشان تمشي حالك وتلعب سولو ميشنز وتعمل شويه فلوس بسلام وامان. اشترك في الايفنتس، اي حدث بيطلع قدامك وانت بتلعب خش فيه وخلي قلبك جامد، زي الهايست او اي ميشنز تانيه، هتاخد ار بي وفلوس اكتر من الطبيعي. اتمرن واكتسب مهارات في السواقه وضرب النار لو انت فاضي ومش لاقي حاجه تعملها، وجرب انواع مختلفه من الاسلحه، هتبقى خطر بعد كده. وفي الاخر العب مع صحابك او اي ناس تانيه وتعلم منهم، اعملوا تشات بارتي على ديسكورد ونسقوا ادواركم مع بعض في المهام الجماعيه، لان التخطيط بيفرق معاك قوي. اسطوره النهارده اسطوره مش مفهومه خالص. الاسطوره بتقول ان العاب الفيديو دي بتاعت الولاد والرجاله، انما البنات والستات مالهمش في القصه دي خالص. اسطوره غير صحيحه بالمره. انا عن نفسي اعرف بنات او ستات من سني وانا مش كبير قوي يعني، كانوا بيلعبوا على البلاي ستيشن العاب زي كراش بانديكوت، تاكن، مورتال كومبات. وشفنا فلوجرز وستريمرز كتير قوي بنات بيطلعوا على منصات زي تويتش، يوتيوب، فيسبوك وغيرها، وهم بيلعبوا كل انواع اللعب الاونلاين، شوترز، ثيرد بيرسون، العاب تريبل اي، موبايل جيمز، واي حاجه حرفيا البنات بتلعبها زي الولاد. ما تخليش حد يقولك او يقولك اي كلام. ولو عايز تعرف اكتر عن عالم الجيمنج خليك معانا وتابع اكس او. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه. اشوفكوا الفيديو الجاي. كان معاكم شريف جويفل من برنامج اكس او. سلام.